الهدية 10,000 جنيه، امتحان مهم جدا جدا والهدية 10,000 جنيه. أبطال عبقر اللغة وحبايب مستر أحمد دحيح في الدفعة، إيه الأخبار يا حبايبي؟ يا رب تكونوا زي الفل، اللهم آمين يا رب العالمين. ركز معايا واصحالي، امتحان مهم جدا جدا موجود دلوقتي على منصة عبقر اللغة على محتوى الترم الأول كامل. ركز معايا واصحالي، الامتحان عبارة عن 100 جملة فيهم أفكار حلوة قوي لازم تمتحنه، مهم جدا جدا جدا. الامتحان متاح لكل طلاب الجمهورية، سواء انت معايا على المنصة او انت طالب على اليوتيوب، ركز، الامتحان متاح للكل، اللينك تحت في الديسكريبشن. الامتحان مهم جدا جدا ولكن احققنا للحق، فالجوائز هيتم توزيعها على طلاب المنصة. النصيحة الاولى والاخيرة، الامتحان امتحنه في الاول، ما تأجلش الامتحان لاخر يوم، الامتحان امتحنه في الاول. النصيحة الاولى والاخيرة ان لازم اول ما الامتحان ينزل تفرم نفسك وتمتحن على طول، لان توزيع الجوائز هيكون للناس اللي امتحنت في الاول وقفلت في الاول واشتغلت في الاول. فركز معايا، اعرف ان في تواصل مع علي الامر، اعرف ان في تواصل معك انت شخصيا، اعرف ان لازم تفرم نفسك ولازم تشتغل ولازم تتحدى نفسك، وان شاء الله ربع عمين تقفل الامتحان ده. انا ورا رجاله وبثق فيهم وبحبهم جدا جدا. الامتحان متاح مع حضرتك من يوم 14/1 لحد يوم 21/1، تقدر تفرم نفسك دلوقتي وتخش تمتحن على منصه عبقر اللغه. اشوفكم يا رب دايما على خير. انجليزي يعني عبقر اللغه، ولو الانجليزي مقلقك عبقر اللغه يلحقك. اشوفكم على خير، مع السلامه.